السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، غنشوفوا أخوتي هذا الفيديو ديال هذا الأب كيبكي بحرقة. هذا أب واحد البنت علنت البوليزار وعلنوا الجزائريين قبل تقريبا يومين أنها قتلت نتيجة صفعة كهربائية في أحد المدارس في الجزائر، بالضبط في مدينة مسيلة. وهنا الأب كيطالب بالسلطات الجزائرية بجد وتعمق البحث والتحقيق. وأنا أخوتي هذه القضية كنت توصلت بها قبل يومين، وهنا السلطات الجزائرية وجزائريين وحتى البوليزاريو كذبوا في سبب موت هذه الشابة اللي نقالها زينب محمد سالم. هاد شابة كتقرا طالبة في الجزائر في مدينة مسيلة، جبروها عليها آثار الاغتصاب ومقتولة. وهذا هو السبب اللي عنوا عليه في البداية، لكن بعد ساعة أو ساعتين تبدل كل شيء. قالوا على أنه هاد الشابة راه كانت بغات تبدل واحد البولة ضربها الضوء وماتت. فين ماتت؟ ماتت فوق الفراش اللي هي كتنعس عليه. انا اخوتي اللي كنتكلم معكم كهربائي، عندي مع هذا الدومين ديال الكهرباء ديال الضوء، الا بغات تبدل المصباح مستحيل تموت، ما يقتلهاش الضوء، خصوصا اذا كانت على فراش ما كانش على الماء، ما كانش على الارض فازقه، ما كانش حفيانه، ما يأثرش عليها الضوء. هذا واحد الدومين اللي كنفهم فيه بزاف، ديك دو سونفا ما تقتلهاش. اخبار اخوتي تحصلت عليها قبل يومين وكتبتها في تدوينة عبر الفيسبوك، انا غنوريها لكم. البنت تم اغتصابها وقتلها، والجزائريين والجزائر تفاداو يتكلموا على هذه النقطة، لان الامر غيتحول سياسي. الاغتصاب موجود في اي دولة، كاين في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، مصر، السعودية، الامارات، الكويت، فرنسا، في اي منطقة كاين الاغتصاب، امر عادي. كاين وحوش بشرية كتغتصب النساء، تغتصب الاطفال، ولكن الجزائريين تفاداو يتكلموا على هذه النقطة لأن غتحول سياسيا. هما كيدعيو على أن دوك الصحراويين اللي في مخيمات تندوف لاجئين، وكيقراو عندهم في المدارس ديالهم بصفتهم لاجئين. وهذا الاغتصاب كان ولا بد ويجب على السلطات الجزائرية والجزائر تتكلم على الواقع، تقول لها أن البنت تعرضت للاغتصاب من طرف 4 أشخاص وحقروا عليها بصفتها أنها طالبة أجنبية جاية من مخيمات تندوف وقتلوها. ويجب على السلطات الجزائرية والدولة الجزائرية معاقبة هاد الوحوش، ماشي تكذب تقول على أنها توفيت نتيجة صفعة كهربائية. هاد البنت داروا عليها ضجة كبيرة، حضر فيها والي ولا ما عرفت مسيلة ودوك السياسي الكبار، لأنه عارفين الواقع الحقيقي، لأنه الشابة قتلت بعد ما تم اغتصابها من طرف 4 أشخاص. غنشوفوا أخوتي الفيديو ديال الأب ديالها اللي حقيقة مبكي مؤثر. وإن لله وإن إليه راجعون، والله يصبر عائلتها وأهلها، والله ياخذ حق في هاد المجرمين، لا هذا اللي تصب ولا النظام الجزائري الكذاب. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. حركات يا ما هنا كاع خليك. لا 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 هذا لك تلي مسؤول هذا الجماعة بصفة عامة، الأخطاف هذه الحياة لابد منه يا غير الناس تقول الوقاية خير من العلاج. هي قال أنا كانت متفاكة مع بورو وإذا كان تهيئ داخل بكرسي تهيئ المقدر كاين، هذا لابد من يا غير ما نبغى الخطأ يتكرر. المسألة الثانية أنا بعد شوف حسب جهدي حسب مديدية المولان اللي هو اللي عندي نطلب مولان هذوك الناس اللي معاه
كيف هذه اللي كشني اللي منهم هذه واحد منهم لوك حتى هم عادوا أولادي هم اللي شباب اللي قد ذاك اللي أسلك لا يعود حتى هم فاهم اللي عقب ذاك يعود بنتريش ما نانو حتى هم حاسبهم أولادي هي مساج حي مشكور ما طلع مقدهم ولا حاجة يصور هذا النتارم هذا ممكن لحق اللي عايشين ويقفوا وإذا كانوا صابرين عليهم يا غير كان يا سعود هم اللي أوليات وتركت هم اللي معه المشي مقد لم هذا لابد من اللي يخلق ما طلبي أنا ولا كانت عند السلطة الجزائرية إذا عدوا عدوا ذوك الناس خطأ هاي وسام هذا اللي كرم منكم هذا كرم منكم سامحهم يا غالي الناس لا خلت تلاحظوا الناس يا غالي ما تتكرر فراهم داخلك عقل ذاك راهم يحاسب كيف قلت لك وكيف ما قلت لك وين هيدا عنا دي الحياة الناس تمل تمل تخاف تمل البروتين تنسى ما نقولك أولادي كيف ننتي هذه